موجز الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. كشف مقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي عن تشكيل لجان الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار. وقال الحيالي إن الأسعار زادت بنسب تصل إلى 30% لبعض المواد الغذائية بسبب المضاربات بين التجار، وشدد على ضرورة أن يكون للحكومة خطط بديلة من أجل إسعاف ملايين الفقراء عبر ديمومة توزيع مفردات البطاقة التموينية وضخ كميات كبيرة من المواد الأساسية بأسعار تنافسية تسهم في تخفيض الأسعار. حذر الحيالي من ارتفاع أكبر للأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية كبيرة. أعلن السفير الإيراني في العراق إرج مسجدي أن التبادل التجاري بين البلدين سيصل إلى 9 مليارات دولار نهاية الشهر الحالي. أقال مسجدي إن الجزء الرئيسي من حاجة العراق في المجال التجاري متوفره من قبل إيران، وسيصل الرقم إلى نحو 9 مليارات دولار حتى نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن المجال التجاري يتعلق بالمواد الغذائية وغير الغذائية باستثناء الطاقة. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراقيين جاءوا في المرتبة الثانية كأكثر الشعوب شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر شباط الماضي. أقالت الهيئة إن مبيعات المنازل للأجانب في تركيا ارتفعت بنسبة 54.9% في شهر شباط الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بلغت 4591 منزلاً. حصلت إسطنبول على أعلى حصة منها بواقع 1958 منزلاً، وجاءت أنطاليا في المرتبة الثانية ثم أنقرة. وأضافت هيئة الإحصاء أن تركيا باعت خلال شهرين من العام الحالي 8777 منزلاً للأجانب بنسبة ارتفاع بلغت 55.6% عن الفترة نفسها من العام السابق. ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية نقلا عن وزارة الزراعة الروسية أن موسكو قد تعلق صادرات القمح والشعير والذرة اعتبارا من الثلاثاء. أقالت الوكالة إن وزارتي الزراعة والتجارة الروسيتين أعدتا مسودة مرسوم حكومي ستفرض حظرا مؤقتا على صادرات الحبوب الرئيسة من روسيا ابتداء من 15 آذار وحتى 30 حزيران المقبل. وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، ومن بين المشترين الرئيسيين مصر وتركيا، تتنافس بشكل رئيسي في تصدير القمح مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. هذه كانت الأخبار الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.